تروحي قتل حاجة تلفي وتدوري، مو قلتي بدك تشاوريني؟ شاوريني لشوف. ما بتقولي عني غشيمة؟ يعني أنا إذا ما قلت بتصيري فهيمة. إيه بطل تقول. خلصنا احكي. لك شو بعينك؟ غمزني. مين؟ جوزها لصاحبة المحل. قولي شو قلتي له؟ ما قلت له شو، عملت حالي مو شايفته. يا حبيبي بكرة بتتطور الأمور وبتصير الشغلة أكبر من هيك وبتعملي حالك بقى ما عم تشوفي شيء. والله خجلت رجع الكبير أجدي. قلتي له لزهرة؟ ايه قلت له، طلع غامز 20 مرة إلها. شو هالحكي؟ أنا ما بقبل. وأنا كمان ما بقبل. يا مرت عمي يا مرت عمي، شو صار يعني؟ رجال على حفة قبره، اخذ اجازة من عزرائيل كم يوم، لا بهش ولا بنش، كل شي فيه غمزات رايحة عليه بشبابه، عم يعوضون هلا. ايش اكلنا يعني؟ ما بصير ما بصير زهرة. ايش ما بيصير؟ يا اما بدنا نشتغل يا اما ما بدنا نشتغل. لا نشتغل بس عند ناس مناح وكويسين. ما في مجال مرت عمي، وين ما اشتغلنا رح نوقع بنفس المواقف. لكن ايه ما بنمشي مترين بالشارع الا وبناكل 100 غمزة، كأنك ما بتعرفي. ولا ما كان في غمز على دوركم مرت عمي؟ ما كان في غمز على دورنا، كان الغمز بعافيتي بصحتي. عالجنبين كانوا يحتاروا شلون بدهم يصطفوا، كل واحد يعمل ليك، بس انا طنش اعمل حالي مالي شايفه ويبلوا لي شفايفهم. ايها بقى هذا هو جوز صاحبه النفوتي، مكتفي بالغمز مرت عمي لانه اخذ اجازه ساعيه من عزرائيل. خلينا بقى نبوس ايدينا والشقف ونسترزق. ومع ذلك ما بيصير ما بيصير ما بيصير. بس مرت عمي نحن مو رجل كرسي، مين ما غمزنا مشي الحال، نحن قلنا شخصية. ايه صدقيني اذا بيتجاوز حدوده بقلع عيونه. خبروا مرته انتو. مرت عمي البنات بالمحل قالونا اوعى تخبروا مرته لانه اذا عرفت بتصير بتغار وبعدين بتقلعنا، مشان هيك الكل ساكتين، بعدين احسن لنا بيدفع. مشان ايش يدفع؟ هيك بس يشوف بعدين عم تضحك له بينبسط. بس ضحك.